طيب يعني يا ريت تخف قبل بكره، عشان بكره الحقيقه يوم مش عادي. بكره يوم مش عادي؟ ليه؟ عيد الفلاح؟ ليه بكره يوم مش عادي؟ لا، وانا هقول لك الحاجات بالساهل، ابذل مجهود. بقول لك ايه يا اختي سهله، انا راجل صعيدي، والراجل الصعيدي ما يحبش اللف والدوران، فلو سمحت ريحيني وقولي لي بكره يوم مش عادي ليه. مش هريحك قبل ما تريحني انت وترد على كل سؤالاتي. ماشي يا ستي، بس انت يا اختي سهله طلعتي مش سهله. إيه بامانه كده، في كم واحده في حياتك غيري؟ تصدقي ولا واحده. كذاب. ازاي راجل مشهور وبلوند وحلو زيك كده وسنجل ما تركبش؟ هي فعلا ما تركبش، بس لو قصدك على المعدبات، انا عندي معدبات كتير. معدمات. طب عندك كم معدمه؟ انا ولله الحمد يا اختي سهله عندي معدبات في كل حته، ابو النمرس وبشتيل وبهتين والدويجه، بس لحد دلوك ما لقيتش ولا معدبه تخطف قلبي. لا معذورين، لقيوا الايه طبعا. انت جذاب اصلك. جذاب وابن بلد وامور ونقط وقرد حاطط ايدي على عينيه. واه، ليه القرد حاطط ايده على عينيه؟ حد عامل له سربرايز؟ عنده رمض. هيكون حاطط ايده على عينيه ليه؟ ما اكيد مكسوف. مكسوفه ليه يا اختي سهله؟ حد يبقى على النت ويكسف؟ وبعدين احنا هنبقى اهل. قولي مكسوفه ليه؟ بصراحه انا حاسه ناحيتك حبيبي حسن حدك حاجة كده. الله أكبر، والله أنا كمان يا أخت سالة حاسس بحادات أول مرة حس بيها. إلا قولي لي صحيح أنت منين؟ أنا من معادي. معادي؟ دي محافظة إيه؟ جنوب الوادي؟ جنوب وادي دجلة. أحلى بنات في مصر بنات جنوب وادي دجلة. ربنا يخليك. طيب أنا دلوقت دوبت على سؤالاتك، أنت كمان تدوبيني على سؤالاتي. بكرة يوم مش عادي ليه؟ بصراحة علشان بكرة يوم مش عادي، عشان بكرة عيد ميلادي وكان نفسي في شوجر دادي، عشان أنا لوحدي في الدنيا دي، وكان نفسي يجيب لي كب كيك من نولا ويصورني في الجنينة اللي قصاد مول العرب وأنا ماسكة بالونتين ذهبي، واحدة واحد وواحدة تسعة. ما شاء الله، عندك 91 سنة ولسه بالدمال والحلاوة دي. هو أنا لو عندي 91 سنة يا متخلف هيبقى فيا حيلة لغيك ولا أمسك موبايلي من أساسه؟ أنا عندي 19 تينيجر. 19 سنة. عموما ما تقلقيش، من النهاردة اعتبرين أنا شودر دادي وهحتفل بعيد ميلادك عندي في البيت. يا العبان يا أفعوان يا ثعلبان، لا ده أنت يتخاف منك. اللي تخاف منه ما يديش أسهل منه. ها هستناكي بكرة. طيب خلاص. I can't wait. باي باي.